هي الحقيقة مش حاجة واحدة بس اللي حلوة، هي فيها حاجات كتير قوي 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 حلوة. حياة كريمة حاجة حلوة جدا قوي خالص. كمان خلونا نرحب بضيوفنا اللي كنت أقول لكم داخل الاستوديو اللي موجودين معانا في ميدان التحرير في برنامج التاسعة. دكتور لميس مكي، ازيك؟ عاملة ايه؟ عضو الغرفة المركزية لمتابعة حياة كريمة، صح كده؟ صح كده. ودكتور محمد رشدي، عضو الغرفة المركزية، لا غرفة العمليات المركزية. ايوه انا اللي بيبقى معايا ورق ولا بتاع بقعد اتذكر. غرفه العمليات المركزيه لحياه كريمه، ازيكم؟ منورنا. ولاننا بنتكلم على نتاج ل 30/6، وجزء مهم بل هو يكاد يكون الاهم بالنسبه لي من نواتج 30/6 هو حياه كريمه. يعني ايه بقى الاول يا دكتور؟ ونبدا بالسيدات اولا علشان رقبتنا في ايديهم. فنبدا الاول يعني ايه غرفه العمليات المركزيه لمتابعه حياه كريمه؟ بتعملوا ايه؟ احنا من الاول خالص لما بدأ فكرة مشروع حياة كريمة ولما طرحناها على السيد الرئيس، طرحناها في صورة مبادرة ندعم بيها اهالينا المتعففين اللي احنا عارفين ان هم قد ايه محتاجين دعم اقتصادي ودعم مادي ودعم اجتماعي. وسيادته رحب جدا بالفكرة، والفكرة يعني كانت عبارة عن حلم احنا كنا بنحلمه كشباب ان احنا ازاي نخدم بيه البلد. لما أخذنا الضوء الأخضر بأن احنا نبدأ وننزل على الأرض ونشوف احتياجات الناس، كان أهم حاجة عندنا أن احنا نعرف الناس هنحط لها احتياجاتها، هنحدد احتياجاتها بناء عن إيه؟ بناء عن تقارير رسمية ولا لازم ننزل على الأرض؟ فكان التوجيه أن احنا لازم نكون على الأرض نسأل الناس، ويبقى المواطن لأول مرة هو اللي بيشارك في وضع الخطة، هو اللي بيشارك في وضع الخطة اللي بيها يطور مكانه ويطور قريته ويطور بلده. نزلنا للناس وسألنا وشفنا، وطبعا بجانب طبعا تعاون الهيئات والجهات المختلفة في الدولة ان احنا نحدد احتياجات كل مكان على حسب نقاط الضعف او العجز فيه. خلينا برضو ما ننكرش ان الفترة اللي فاتت الريف والقرى كانت مهمشة الى حد كبير، وده كان ليه نتاج سيء جدا على الناس سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الاجتماعي، فلقينا ان احنا محتاجين جوانب تطوير كبيرة جدا. فبعد ما بدأنا بمبادرة بسيطة جدا لدعم الناس وقت السيول في الصعيد، وبعدها بعد جائحة كورونا والدعم الاقتصادي، لقينا سيادة الرئيس شايف ان لا المبادرة حققت نتائج كان اكتر ما هو متخيل مننا كشباب، ان احنا ودايما ثقتوا فينا ما بتخيبش الحمد لله، بس احنا اثبتنا له ان احنا يعني على قدر المسؤولية. فالموضوع تحول من مجرد مبادرة واحدة ان احنا يبقى عندنا مؤسسة وكيان كامل بيرعى كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لأهالينا في مختلف الجوانب كلها. هايل جدا.